تكسرت أسنان هذه الطفلة داخل الفصل الدراسي بمجموعة مدارس تاريكت بقرية تاسوسفي بنواحي تاليوين، والذي كسر أسنانها حسب إفادات التلميذة وأسرتها معلمها الذي فاجأها بضربة قوية فقدت على إثرها أسنانها الأمامية. كنت خد زمانها هنا في الجامع في الدورنيت شوية جاو الدراري قال لك المعلمة ضربت الدرية وشيت عنزو قال لك ضربتها، قلت لي كي درت قال لي ضربتها انا وطاحت فوق الطبله. المهم من بعد كنمشيو كنطلبوا زعما الصلح ولا شي حاجه، نكونوا نديروا شي حاجه بيناتهم. السيد ما بغاش الصلح، ديما كيتكبر على السيد، قال لي اللي عندك سير ديرو جري طوارك سير جري جهدك. وفور علمها بما وقع اوفدت نيابه وزاره التربيه الوطنيه بترودانت لجنه الى عين المكان وانجزت تقريرا حول النازله، لكن وبعد فشل محاولات الصلح وتمسك اسره التلميذه بحقها في متابعه المعلم تم اعتقال هذا الاخير على ذمه التحقيق. على حسب ما يقول الاستاذ انه هو دار شي حركه هكاك وتخلع التلميذه وضربات في الطاوله وطاحوا لها السنينات. هذا ما قال الاستاذ. تم افاده واحد اللجنه المتكونه من الساده المفتشين الى عين المكان الذين انجزوا تقرير في الموضوع، ولكن ملي جانا التقرير نتفاجا ان الملف اخذ منحه القضاء وفي انتظار ان يقول القضاء كلمته احنا وقفنا الاجراءات ديالنا الاداريه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى بصفه عامه نحن التوجه ديالنا في التوجه العام ننبذ العنف. وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته الفيصل في هذا الحادث يبقى العنف المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا ظل يشكل محور العديد من الأنشطة التحسيسية في مختلف الفضاءات التربوية.